عملية اللي هي عادية اللي وزارة الصحة تقوم بها لحماية صحة أطفالنا. يمكن بعض المدارس وهذا ما كانش مطلوب على كل حال، يمكن كاين تجاوزات في هذا الميدان، ويمكن في بعض المدارس الأولياء كانوا يعني شوية متخوفين، ولكن في هذا الميدان أنا ما نظنش أن وزارة الصحة تقوم بهذه العمليات ديال الفحص أو التوقيع اللي هو يلعب دور كبير جدا في حماية صحة الطفل. وعندنا كل الوسائل وكل الأجهزة اللي هي تراقب وتضمن كل الجانب الصحي اللي هو يمس الطفل.